السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحه وعافيه ان شاء الله. اللي كنتمناو ان شاء الله نتوما الوليدات. عندي هنايا واحد القرص ديال يعني قريصات، كنقولوا كاين اللي كيقول لي الفقاس، كاين اللي كيقول لي القرص. المهم كيجيو هشاش ورطبين وزوينين بالنسبه للقدي ولا بالنسبه للفطور الوليدات. كتعرفوا الواحد ينوض مع الصباح يلا يلا، هادو كيبقاو رطبين، ما تسخنوهم ما تجيش حاجه، كيجيو هشاش وزوينين. شوفوا كيفاش مفشفشين زعما. هنا سمحوا لي بالنسبه للمقادير، كانت قطع عليا الفيديو، ما عرفتش كيفاش ما تسجلوش. هنا عندي كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت ديال العنبه، وكاس ديال الفينو. غادي نخلط العناصر مع بعضياتها، نخلطهم مزيان. وغندير هنايا واحد جوج كيسان ديال الحليب، ولا ما بغيتوش هنا عندكم حليب نيدو ديروا نص كاس يعني ديال الحليب ديال نيدو غبره، وديروا الماء سخون. هنايا درت الخميره، واحد جوج معلقات ديال الخميره، وغادي نخلط العناصر كلها، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يخمروا. ماشي يخمروا يعني يرتاحوا واحد 10 دقائق. هنايا بعد ما جدات لي يعني خليتهم واحد ديك 10 دقائق. هنايا بنات غادي نديرو ابن الزهر اللي هو المهم بغيتو، بعد ما واخا عرفنا النافع وحبة حلاوة غادي تعطي المذاق ديالها. اللي ما بغيتوش ما ديروش الزهر، هي 2 معالق ديال الزهر غادي نديرهم فيهم. ومهم غادي ان شاء الله نخلطهم مزيان. هنايا ندير النافع، قلت لكم الجنجلان وحبه حلاوه بعد ما هما منقين ومحمرين، ولا ما يكونوش محمرين ماشي مشكله يعني، لان غنديرهم في داخل العجين. هنايا درت هنا غندير شويه ديال الملحه، يعني واحد المعلقه الملحه، وغادي نخلط كلشي. انا سير هنا غنزيد داك الحليب اللي هو دافي، حليب مركز، وغادي نخلط. والطحين بالنسبه للطحين، انا درت 700 غرام ديال الطحين، ولكن ما صراحه ماشي كل اللي درت على حسب الخليط. نتوما عارفين الطحين يعني كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. بعد ما خلطت غنبدا نخلط الطحين، ونخلي العجينه ما تكونش قاسحه ولا هذه جاريه، تكون يعني خفيفه، ما تكون يعني بالنسبه غادي نعجنوها بيدينا نخليوها شويه خفيفه باش تجينا زوينه يجينا القرص زوين وما يجيناش قاصح. المهم هنايا كنعجن وكن تندير الطحين، يعني غير كنخلط ما كندلكها ما حتى شي حاجه، بلا دلك بلا حتى شي حاجه. المهم انا كنزيد الطحين، بعد ما الطحين راه من الطحين راه هو مغربل طبعا. المهم غادي نخلط العجينه، وغادي نخلي واحد معلقه ديال الزبده بعد ما غادي نخلط. وهنايا راه ما درتش الفاني ديال الزهر، غادي نديرو نسيتو الاول في العجين في الخليط، فين تفكرتو محطوط حدايا غادي نعاود غادي نديرو. وغادي بعد ما غادي العجينه تشوفوها كتلصق، ما تزيدوش الطحين، غير غادي تشدو الزبده هذيك الزبده وتديروها معاها، وراه غادي هي غادي تطلق داك ليدام ديالها، وغادي تجمع لينا العجينه ديالنا. هنايا درت هذاك الفاني قلت لكم ديال الزهر، ولا بغيتو ديروه فاني عادي ماشي مشكل، اولا السائل ديروه في اول في الخليط في الاول، لان انا نسيتو كما قلت لكم كان محطوط حدايا وما درتوش. دابا انا كنديرو بجرد جوج ديال الساشي، المهم انا بعد ما درت ديك الزبده خلطتها وجمعت العجين قلت لكم تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده صافي. وغادي نخليه تاني يختمر حتى يتضاعف الحجم ديالو، وعاد ندير ليه البلاستيك الغذائي ونغطيه بشي زويب ولا شي حاجه ونحطه بشي مكان اللي هو سخون. المهم ملي غادي ها هو بعد ما تضاعف الحجم ديالو جبتو، غادي نعاود نقرص ونجيب اللاطا فيها ورق الزبده، اولا دهنوا الزبده اذا ما عندكمش، دهنوا اللاطه بالزيت وقرصوا وحطوه وزوقوه بالبيض اللي هو مخلط بالقهوه سريعه الذوبان.
خلطوه مزيان وخليوه ملي تقرصوا ديروا هذاك دهنوا القرص ديالكم بهذاك البيض والقهوة، ولا ديروا البيض اصفر اصفر البيض وديروا معاه شوية الحليب، اي شوية الحليب العادي، قرصوا هنايا على حسب الحجم اللي بغيتوه نتوما، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، انا درتهم شوية كبار. المهم غادي ملي غادي نقرصهم غندير لهم بالجنجلان من الفوق نزوقهم كيما ندهنهم ونزوقهم، وندخلوهم ملي يخمروا ندخلوهم نطيبوهم في الفران، نحطوهم حتى يخمروا تاما، ونسخن الفران ديالي وندخل لي اللاطات ديال هما بعد ما وجدتهم، والفران راه كيسخن يعني حتى يخمروا. على صراحة عاد حتى يخمروا عاد ندهنوهم بالبيض البيض وداك الشيء، ما ندهنوهمش وهما يلا غادي يخمروا، حتى يخمروا عاد ندهنوهم بالبيض البيض البيض، وديك الساعة عاد ندير فوق منهم الزنجلان وندخلوهم الفران يتحمروا. المهم هنايا مش هنقول لكم لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش هنا باللي لايك سبسكرايب، تقاسموا مع الاهل الاحباب والاصدقاء باش تكون فائده. شكرا لكم وشهي طيبه، وشكرا للناس اللي كسبوا ليا، شكرا للاخوات، شكرا لكم كلهم، وشهي طيبه، واتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وكما لا جربتوهم رضايا في كومنتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى.